جدة بالمملكة العربية السعودية، وأشكر جمهورية الجزائر الديمقراطية وقد عملت على تطوير عدد من المبادرات لمواجهة التحديات. أنتهز هذه الفرصة أيضاً للترحيب بعودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية، متطلعاً للعمل مع الجميع لتحقيق ما نصبوا إليه قياداتاً وشعوباً. في نوفمبر من العام الماضي عدداً من القرارات المهمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ومن ذلك حث الدول العربية على الدفع باستثناء قطاع الصناعات الاستخراجية من الركيزة الأولى. يتضمن جدول أعمال اجتماعنا هذا العديد من الموضوعات في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، والتي ستعرض على مجلسكم الموقر لإقرارها أن يكلل اجتماعنا هذا بالنجاح والتوفيق.